عن هذا الموضوع تحديدا. كابتن امير ازي حضرتك؟ كابتن اسلام عارف ايه اخبارك انت؟ ايه كله تمام الحمد لله كابتن، كله كويس. شايفك انت مسافر ورايح وجاي وبتخلص في صفقات وبتخلص في حاجات جميله جدا، وكل جمهور الاهلي سعيد بيها، والحقيقه احنا بنحييك وبنحيي كل الادارات القائمه على التعاقدات خلال الفتره اللي فاتت، لانه الناس ابتدت تبقى مبسوطه كابتن امير مما يحدث من تعاقدات جديده داخل النادي الاهلي. الحمد لله كابتن، والله كان فتره صعبه جدا علينا اخر شهرين دول. نعم. كنا طبعا انت عارف شهر يناير عامه مش من الشهور اللي بتجي فيها لعيبه كتير. مظبوط. ودايما بتكمل فيه احتياجات معينه في الفرقه. دلوقتي احنا كان ظروفنا طبعا محتاجين ان احنا ندعم الفرقه بشكل واضح عشان نكمل منافسه في الدوري بشكل واضح في كاس مصر. عندنا فرص كانت تبدا السنه دي ان شاء الله جديده. فالحمد لله كل الاحتياجات اللي كنا محتاجينها بنسبه 100% لبيناها. ان شاء الله بقى الدور ان شاء الله احنا دلوقتي فرقه تتحسن ان شاء الله تبقى شكلها كويس الفتره الجايه. مش عايز تقول لنا حاجه كده ولا كده؟ يعني هل من الممكن ان تكون هناك صفقات قادمه لصالح النادي الاهلي؟ هل المدير الفني اكتفى بالصفقات اللي موجوده؟ انا عارف طبعا ان محدش بيتعاقد مع اي حد غير من خلال المدير الفني، وبالتالي لو تقدر تقول لنا اي حاجه في اطار هذا الموضوع برضو. بص يا كابتن، احنا دلوقتي كل الحاجات اللي طلبت منها المدير الفني الحمد لله لبيناها كلها. نعم. كل المراكز المطلوبه لبيناها بشكل كامل. في حاله المدير الفني طلب اي تدعيم زياده احنا مجهزين اوراقنا كلها قاعدين بيها، بس في الوضع الحالي كل حاجه خلاص طلبت منها اتنفذت. تمام، لكن هو باقي في شهر الانتقالات او شهور الانتقالات الشتويه باقي حوالي 15 يوم او اقل شويه، 12 13 يوم. هل من الممكن ان يرى النادي الاهلي صفقات جديده خلال ال 12 يوم اللي جايه؟ اول مدير فني مستر يكون محتاج اي حد، احنا عندنا ملفات جاهزه، في لعيبه عندنا جاهزين، تواصلنا مع بعض الانديه. نعم. ستاند باي، احنا جاهزين في اي حاجه نمشي فيها. تمام، نتمنى طبعا كل التوفيق، ونقدر طبعا ان في حاجات معلومات لا يمكن الافصاح عنها ولا حتى في قناه النادي الاهلي، ولكن يعني طبعا الناس كتيره كانت بتسال كابتن امير عن متى سيرتدي النادي الاهلي التيشيرت الخاص به من الشركه الجديده خلال الفتره القادمه. احنا اللبس بتاع عمرو وصل مصر امبارح. نعم. وصل النادي الاهلي امبارح بالليل، دخل مخازن النادي الاهلي. ان شاء الله بلان ان احنا اللبس يبقى موجود يوم الخميس الجاي في مصر المقاصه، يبقى اول ظهور ليه مع الفرقه ان شاء الله يوم الخميس. يعني خلاص تم الاتفاق على ان يكون يوم الخميس القادم في مباراه مصر المقاصه ان يكون اول ظهور لقميص النادي الاهلي الجديد. ان شاء الله. هو دلوقتي دي البلان، احنا بس فاضل جزء معين من اللبس هيوصل مصر خلال يومين. نعم. اول ما يظهر يوصل ان شاء الله يوم الاحد، يبقى كده خلاص احنا 100% الخميس اول ظهور الامر ان شاء الله معانا. ان شاء الله. تقدر تقول لنا اهم ما يميز تيشيرت النادي الاهلي الجديد ايه؟ يعني عليه كام نجمه؟ اهم ما يميز هذا التيشيرت ايه؟ حتى الان الناس ما شافتش اي تصميم ليه او اي حتى شكل ليه، فاهم ما يميز شكل تيشيرت النادي الاهلي الجديد اللي هيبقى يوم الخميس ان شاء الله في مباراه المقاصه. احنا طبعا كابتن احنا بالنسبه لنا فكره ان احنا نرجع لامرو تاني، عارف ان امرو كان مع الاهلي في السبعينات والثمانينات لفتره كبيره جدا. تمام. اخر كام سنه الاهلي اتجه كان اتجاه مختلف شويه، كان مركز اس اللي مركز الاهلي. نعم. مركز سبورتا. تمام. احنا بعد ما حصلت الظروف اللي حصلت من ثلاث شهور احنا فكرنا ان احنا عايزين نرجع ايه تاني مع براند عالمي. تمام. نفس الوقت برضه امبرو كان عنده توجه ان هو عايز ينزل السوق المصري بشكل واضح. عايز يرجع زي الاول تاني. فمن هنا اتكلمنا معاهم والناس كان عندهم بلان للنادي الاهلي محترمه جدا، ودي باينه في الفتره دي ان هم جهزوا شغل في خلال شهرين. طبعا انت عارف يا كابتن اسلام انت النهارده اي براند عالمي عشان يجهز خط انتاج لفرقه في خلال شهرين دي حاجه صعبه جدا. نعم. حاجه سهله خالص. لا، وفرقه في قيمه النادي الاهلي او اسم في قيمه النادي الاهلي بياخد وقته طبعا. طبعا بالظبط. فالناس لا الناس كان عندهم تيم، احنا تيم في عمرو، في تيم في مانشستر، وتيم في دبي، والايجنسي شركه اف ار جي موجوده في مصر. نعم. فكان في كده زي يعني كونسلتهم احنا معاهم ان احنا نعمل ديزاين يكون ديزاين محترم، يكون ديزاين سيمبل ما فيهوش حركات كتير. هو اتعمل تيالي الاهلي. اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك هو اتعمل خلاص تيالي يعني. لا لا، هو خلص خلاص، اللبس موجود. اللبس عندنا خلاص موجود. نعم. طيب. اللبس موجود وجاهز خلاص، يطلع ان شاء الله يظهر على طول. تمام. طيب هل من الممكن مثلا للجمهور ان هو ينزل يشتري التيشيرت ده امتى؟
هل بتبقى في نسخه معينه للجمهور او تيشيرت معين للجمهور بسعر اقل من السعر اللي هينزل بيه الرسمي؟ هل ده ممكن يحصل؟ هينزل في البدايه في التيشيرت الاساسيه اللي هي التيشيرت الاساسيه للفرقه. نعم تمام. دي هتنزل تبقى موجوده في السوق برضه من الاربع الجاي ان شاء الله على طول. الاربع اللي جاي ده على طول معموله للجمهور. نعم. تبقى ارخص شويه حلوين عشان تناسب كل المستويات. تمام. ده كل الاربع الجاي هيبقى موجود بدايه في فروع انتر سبورت. نعم. انتر سبورت هي بتملكها الوكاله اللي هي اف ار جي اللي هي معاها توكيل امره. تمام. وان شاء الله اعتبار الاربع الجاي جمهور النادي الاهلي كله اي فروع انتر سبورت هيلاقي الاهلي الاهلي موجود فيها. يعني اللي عايز يشتري برضو... اتفضل يا كابتن امين اتفضل. ما هي برضه محرك برضه احنا عايزين برضه الجمهور يساعدنا شويه. ايوه. احنا عايزين الفتره الجايه نقضي على اللبس المضروب بشكل كبير. نقضي على اللبس الايه؟ عشان كده اللبس المضروب. المضروب اللبس انا معاك. اللي هو التقليد. انا معاك. ان احنا النهارده الامبرو عملوا حاجه مختلفه شويه ان هم عملوا جزء تصنيع مصري عشان يناسب الجزء اللي هي تيشرت الجمهور يناسب المستويات المختلفه هيكون سعرها رخيص فمحتاجين الجمهور يساعدنا ان هو يعلي مبيعات الشركه اللبس اللي هو بتاع الجمهور علشان ان هي برضه ما تخسرش اللبس عارف لبس تقليد لما بيتعمل بيأثر على الشركه بشكل واضح. طبعا طبعا احنا برضه محتاجين لازم الجمهور يفهم القصه دي ان هو لما بيشتري حاجه مضروبه بيأثر على النادي الاهلي مباشره. فاحنا في جزء زي ما قلت لك في جزء تيشرت الاساسيه في تيشرت اللي هي بتاعت اللعيبه اللي هي كواليتي عاليه جدا في جزء ثاني ممكن تكون كواليتي اقل شويه بس الى حد ما شكلها يكون محترم يناسب شكل النادي الاهلي وامبرو مش حاجه مضروبه او حاجه بس الجمهور يساعدنا ان هو يشتريها عشان برضه ان احنا مضروب بقالنا فتره كبيره قوي بنتفاجئ ان في كميه محلات وكميه مصانع بتصنع لبس الاهلي بشكل بيضرنا بشكل واضح. نعم. فالجمهور لما يبعد عن الناس دي مع الوقت هم مش هيتوغلوا المنظر ده. عارف فاهم قصدي؟ اه طبعا طبعا يعني حضرتك بتقول بدل ما تروحوا تشتروا لبس مضروب اشتروا لبس الامبرو ولكن بسعر اقل من سعر التيشيرت الاصلي يعتبر ولكنه في النهايه هو تيشيرت اصلي يعني تيشيرت امبرو اصلي. طبعا بالظبط ولكن عشان خاطر امبرو اصلي. أمبرو أصلي. عارف في حاجات فرقت معانا لبس اللعيبه بيكون حاجات مثلا كواليتي مثلا زي الدي درايز تبقى موجوده عشان العرق وعشان الحراره والكلام ده كله. الكلام ده كله ممكن يكون الجمهور مش محتاجه. مظبوط. فاهم قصدي؟ فممكن ياثر في السعر شويه. تمام. طيب هل الالوان هتفضل زي ما هي الاحمر والازرق وهناك لون ثالث؟ ممكن تقول لي حضرتك الالوان اللي هتبقى موجود. الاحمر ده الاساسي والازرق الاحتياطي، هل هيبقى في لون ثالث؟ احنا ان شاء الله دلوقتي السنه دي عشان احنا ملتزمين بلوائح حضر افريقي والدوري المصري عشان جاي في نص الموسم احنا هنكمل السنه دي بالاحمر والازرق. تمام. تمام. وان شاء الله من الموسم الجديد بنسبه كبيره هنغير الازرق ويبقى عندنا لونين كمان زائد الاحمر. يعني الاحمر هيبقى لونين بعد لا الاحمر لا هيبقى لونين. لا السنه دي احنا عندنا احمر وازرق. تمام. الاحمر والازرق هنكمل بيهم السنه دي الاتحاد المصري والدوري الافريقي. نعم. السنه الجايه ان شاء الله هيبقى عندنا الاحمر طبعا ده الاساسي بتاعنا مش هيتغير وهيبقى عندنا ممكن في هنغير الازرق ويبقى عندنا لونين كمان بشكل مختلف شويه. هل ممكن تقول لنا الالوان القادمه هتبقى ايه؟ لا دي لسه بقى لسه لم يتم الاتفاق عليها. لسه لم يتم الاتفاق عليها. عموما نتمنى لكم يا رب كل التوفيق ويعني مناشده حضرتك لكل جمهور النادي الاهلي اعتقد ان هي وصلت بان احنا يا جماعه نروح ناخد التيشيرتات الامبرو اللي في سعر جيد جدا ومتداول للجميع علشان ان شاء الله في المباراه القادمه مباراه مصر المقاصه يبقى الكل متواجد وبتيشيرت النادي الاهلي اللي هيبتدي بقى يظهر للعلن مره اخرى يوم الخميس القادم في مباراه